الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدات وسادة الحضور الكرام، بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علوي عيسى الخولي عميد كلية الهندسة، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية الهندسة جامعة شبين. والحقيقة من دواعي سروري وسعادتي ان بكون النهارده متواجد وسط ابنائنا الطلبه مهندسي المستقبل في اليوم اللي ينطلق فيه الى حياتهم العمليه. هي يعني فرصه طيبه ليا ان انا التقي بيكم واشارك معاكم يعني تجربه انا مريت بيها تحت عنوان انجح في بلدك تنهض في بلدك. الحقيقه كان ممكن ابقى انا بتكلم عن تجربتي وعن مشوار النجاح اللي انا مريت بيه كنوع من التجربه اللي ممكن انتوا تستفيدوا بيها النهارده، لكن انا حبيت احط رساله وادلل على الرساله دي من التجربه اللي انا مريت بيها. الرساله اللي انا ببعتها النهارده هو انجح في بلدك تنهض في بلدك. عشان يعني انا فكرت هتكلم ازاي وهتحاور معاكم ازاي وهعرض التجربه ازاي. فلقيت الاول انا النهارده رئيس شركه مدكور، ودي شركه بتعمل في مجال المقاولات الهندسيه ك اي بي سي كونتراكتور. اي بي سي كونتراكتور معناها ان احنا شركه بنعمل تصميم واختيار للمعدات وتوريد للمعدات وتركيب المعدات واختبار وبدء تشغيل. ده معناه ان عشان انشئ محطه توليد مثلا فبتحتاج اي بي سي كونتراكتور، عشان انشئ مصنع فعايزه اي بي سي كونتراكتور. فاحنا شركتنا بتقوم بهذا العمل. هستعرض معاكم احنا كشركه بنعمل ايه، عشان الاول بس تعرفوا احنا ازاي العمل الهندسي يستطيع لو اتعمل بطريقه صحيحه ازاي قد ايه يقدر يساهم في حل المشكلات اللي الدوله بتواجهها وتنميه وتطوير الدوله من خلال المشروعات اللي بنفذها. انا هبتدي اشرح بعض المشروعات اللي احنا قمنا بيها عشان تعرفوا قيمه العمل الهندسي. ده مشروع اسمه مشروع عتاهة. احنا سنه يعني انا هتكلم عن الفتره من 2014 لغايه النهارده، ودي الفتره اللي حصل فيها يعني تنميه هائله وعدد مهول من المشروعات لتغيير البنيه الاساسيه لمصر في على مستوى الطرق والكهرباء والميه وكل مرافق الحياه. انا بتكلم عن الجزء الخاص بالكهرباء. في سنه 2014 كانت في عندنا ازمه كبيره اكيد كلكم حسيتوا بيها في الكهرباء. انا كان ليا الشرف ساعتها ان انا اتحمل مسؤوليه انشاء محطتين توليد بقدره اجماليه 1000 ميجا وات. كان فيهم محطة في عتاهة بقدرة 650 ميجا وات، ومحطة في المحمودية بقدرة 350 ميجا وات. التحدي اللي كان موجود يعني انتوا لو شايفين معرفش الصورة واضحة ولا لأ، ده شكل الموقع. كان الصورة دي بتكون مضبوطة في شهر 11 سنة 2014. الموقع كان عبارة عن يعني دي مخازن قديمة ودي خزانات سولار كانت موجوده، وكان الموقع بهذا الشكل. ومطلوب ان احنا نعمل محطه توليد في هذا المكان. الوضع الطبيعي لمحطه التوليد ده في لو الارض فاضيه تماما وجاهزه وهنبدا المشروع، الوضع الطبيعي ليه 18 شهر ده اقل حاجه. احنا مطلوب مننا في شهر في اول 6/2015 تكون المحطه دي بتنتج كهرباء. يعني بنتكلم في اقل من 6 شهور المفروض تكون بتنتج كهرباء. بالمعايير الهندسيه والتنفيذيه هذا الامر يعتبر شبه مستحيل، ولكن تولينا المسؤوليه و بايدي مهندسين مصريين وعماله مصريين بالكامل احنا قمنا بتنفيذ ده جزء من الاعمال المدنيه ساعتها. و ده شكل المحطه في فعلا يوم 30/5/2015. في خلال اقل من 6 شهور كانت المحطه دي وصلت
ومتنفذة وجاهزة للربط مع الشركة. الكلام ده كان فيه تحديات مهولة ساعتها. لكن ايه سر النجاح اللي خلانا نقدر نعمل كده؟ ايه اللي خلانا نقدر ان احنا نعمل ده؟ ده هتخليني احكي قصة بسيطة. عشان نقدر نعمل ده كان لازم نكون احنا بنعمل التصميمات بنفسنا. التربينة كانت موجودة في ألمانيا. يعني كان في جزء في ألمانيا وجزء في إيطاليا. كل الاكسسوارات بتاعه التربينه هتتصنع، المدخنه والفان كولر اللي هو الكولر بتاع التربينه والبصبار اللي هياخد من التربينه والفيول سيستم كله كان لسه عايز يتصنع، كل الاوكسيلرز بتاعه التربينه هتتصنع. والتربينه نفسها كانت موجوده، لكن عشان ده يحصل كان لازم نكون احنا قادرين ان احنا نعمل التصميم، ان احنا نصمم المحطه. لو احنا قادرين نصمم المحطه يبقى هنقدر نعملها. لو مش قادرين يبقى لازم اروح على شركه اجنبيه، وعشان بس اتعاقد مع الشركه الاجنبيه اللي هتعمل لي التصميم انا محتاج شهر او شهرين عشان بس اتعاقد معاهم، وعشان هم يبتدوا يعملوا التصميمات انا محتاج 3 شهور عشان اخلص التصميمات. ده كل ده وانا بعمل تصميمات لسه ما بداتش انزل على الارض. انما احنا تولينا مسؤوليه المشروع في شهر 11، احنا في يناير كنا بنصب اول قواعد. عشان نصب اول قواعد ده كان معناه ان انا اكون خلصت التصميم الكهربي او اللي هو الارينجمنت، ان انا رصيت الموقع واخترت المعدات وحطيت كل حاجه في مكانها وجبت الاحمال واديت الاحمال دي للمهندسين المدني، ومهندسين المدني بداوا يصمموا القواعد المدنيه ويطلعوا الرسومات التنفيذيه ونزل الموقع. الكلام ده كله تم من شهر 11 لشهر يناير، يعني خلال شهر ونص كان كل التصميمات بتاعتي. ما كانش ده ممكن يحصل اطلاقا الا لو كنا احنا بنعمله جوه الشركه. طب ده حصل ازاي قدرنا نعمله جوه الشركه؟ ده يرجعني للخلف خطوتين، لان كنت بشتغل في مشروع، كنا واخدين مشروع في العراق، وده كان اول مشروع ناخده محطه توليد برضه. وساعتها لما جينا ننفذ المشروع حصل مناقشه داخليه داخل الشركه عنه. معظم الاراء كانت بتقول ان احنا نجيب شركه تعمل لنا الانجنييرنج. كان ساعتها ما فيش في مصر غير شركه اسمها بيجيسكو، بعضكم يعرفها، هي اللي بتعمل التصميمات. وكان في شركات هنديه بتكلفه بسيطه ويقدروا يعملوا التصميمات. لكن انا كان ليا وجهه نظر مختلفه ساعتها. انا اصريت ان انا اروح لشركه اوروبيه او امريكيه. اللي تكلفتها ضعف تكلفه الهنود او اللوكل. لكن كان ليا انا رحت للشركه الأوروبية، في الآخر رحت شركة أمريكية، مش كده. بس ليه أنا عملت كده؟ لأن أنا حطيت شرط كنت عايز أحققه. إنه أنا جالي المشروع ده وهعمله، فأنا هستعين بشركة أجنبية، والشرط اللي عندي إن أنا أبعت 15 مهندس من عندي في التخصصات المختلفة يحضروا أعمال التصميمات بالكامل في مقر الشركة في أمريكا. الهدف إنه يتعلموا وينقلوا النو هاو اللي موجود هناك عشان اقدر في المستقبل اقدر هم يبقوا المهندسين اللي بيقوموا بعمل التصميمات. ما تهمنيش كل مره الجا الشركات الاجنبيه عشان تيجي تعمل لنا تصميم. وانا كنت متاكد ان قدرات الشباب الفنيه لا تقل عن قدرات اللي بيصمموا في شيكاغو او في اي حته في العالم. كل القصه ان الشركه هناك عندها السيستم بتاعها وعندها الداتا بيز بتاعتها وهم بيستعملوها. فمجرد ما هيروحوا هناك هيبقوا قادرين. طبعا شباب دي راحت وكان الجانب اللي بيشتغلوا معاه هناك منبهر، وفي الاخر تقريبا هم اللي عملوا التصميمات تحت اشراف عدد محدود من المهندسين اللي كانوا موجودين من شركه كان اسمها سيرجن بلاندي في شيكاغو. واشترك المهندسين دول في عمل تصميمات مشروع العراق. ما كناش نعرف ساعتها ان احنا هيجي لنا مشروع خطه اسعافيه الدوله هتبقى محتاجاه في خلال 6 شهور. المهندسين دول هم اللي عملوا تصميمات هذا المشروع، وهم اللي تمكنوا ان هم يصمموا المشروع بهذا التفكير. فلو ما كانش احنا لو ما كنتش فكرت بهذه الطريقه وبعت مهندسين يتدربوا، كان بقى من شبه المستحيل بالنسبه لنا ان احنا نقدر ننهي التصميمات في الوقت اللي كان مطلوب فيه. طبعا بعد كده يعني في حاجات كتير، يعني انا بعتبر انه ده ممكن يتحط على جوجل ايرث كواحده من المشروعات اللي تعتبر من المستحيلات اللي تمت. اديكم بس مثال. فيه هنا ده اسمه الاير انتيك بتاع التربينه. الاير انتيك ده انا بعتبره زي الانف بتاع التربينه، يعني هو بتتنفس منه يعني.
ده استراكشر ستيل جواه بليتس عدد مهول من البليتس لانه جواه فلاتر. ده ارتفاعه من الارض حوالي 40 متر وعرضه حوالي مثلا 20 متر. الاير انتيك ده لما جينا نحط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع واحنا شارين التربينه دي من سيمنز المانيا. وسيمنز هي اللي اكتشف على التركيب. فلما جينا نحط البرنامج الزمني للاير انتيك حطيناه 30 يوم. اتركب في 30 يوم. الراجل اللي بيعمل البرنامج الزمني من سيمنز طبعا قفش مع التيم عندي ولقيتهم متخانقين ودخلت عليهم في اجتماعات يعني في ازمه. ليه؟ الراجل بيقول الكلام ده عمره ما حصل ده ياخد 90 يوم. انتوا ازاي حاطين على البرنامج 30 يوم؟ 90 يوم معناه ان خلاص مش ممكن المشروع يخلص. واحنا مصرين ان هو في 30 يوم فقلنا له هنشتغل 24 ساعه. قال ماشي هتعملوه 60 يوم لكن مش في 30 يوم. المهم هو معترض لان هو هيبعت مشرفين من عنده فقال لك انتوا كده يعني هتخلوني ابعت مشرفين وانا عارف ان هم مش هيخلصوا. فاتفقنا معاه ان مفيش مشكله يبعت 30 يوم ويقول يا سيدي انت لو قعد اكتر من ال 30 اطلب الفلوس اللي انت عايزها. واحنا هندفع لك الغرامه دي نتيجه ان احنا هنقعد اكتر من 30 يوم. وتوافقنا معاه على هذا الامر. لكن كان عندنا تحدي ان ده يخلص في 30 يوم. لما تسالوا المهندسين والفنيين والصناعيه ازاي ده هيحصل هم ما يعرفوش. لكن الناس اشتغلت اول تربينه دول اربع تربينات. اول تربينه ده اتعمل في 30 يوم. اخر تربينه اتعمل في 21 يوم. وكان انجاز برضو يعني مش عايز اقول لكم ان الناس كانت منبهره لدرجه ان انا دعوني في سيمنز في المانيا عشان اشرح لكل القيادات اللي هناك ازاي المشروع ده اتنفذ في هذا الوقت وايه اللي احنا عملناه عشان نقدر نخلصه في هذا التوقيت. واعتقد ان ده حقق ريكورد يمكن عالمي ما حصلش في اي حته في العالم ان مشروع بهذا الحجم يخلص في هذا التوقيت. ده كان مشروع. النقطه الرساله الثانيه اللي كانت في غايه الاهميه هنا ده ترابيزة الاجتماعات بالموقع. ايه اللي بعدها يا ايه اللي كمان؟ لا الاجتماعات دي ترابيزة الاجتماعات بالموقع الحقيقة. وفي صورة تانية كان حاضر فيها الدكتور شاكر وزير الكهرباء ومحافظ السويس وكل قيادات وزارة الكهرباء. قعدنا معانا هنا على الترابيزة. لكن ما اعرفش شايفين الصورة ولا لا. هتلاحظوا ان كل اللي قاعدين على الترابيزة شباب كان متوسط الاعمار لا يتعدى 32 ل 33 سنه. لكل الناس اللي بتشتغل في المشروع. لكن الرساله اللي يومها كانت واضحه وانا قلتها في الاجتماع اثناء افتتاح المشروع وحاضر كل قيادات وزاره الكهرباء وحاضرين يعني عشان يشكرونا ومنبهرين اللي احنا عاملينه وازاي شكل المحطه كان حاجه رائعه. لكن ما كانش هو ده النقطة اللي أنا كنت مركز عليها إن شكل المحطة حلو وإنه الافتتاح تم في وقت قصير. لكن كان المهم بالنسبة لي إنه أنا حرصت إن كل الترابيزة تبقى كلها مهندسين مصريين من اللي اشتركوا في تنفيذ المشروع. إحنا كان معانا سيمنز هي اللي بتورد المعدة. طول عمرنا في نوع هذا النوع من المحطات الشركات الأجنبية هي اللي بتكون المين كونتراكتور هي اللي بتاخد تنفذ المشروع. واحنا كشركات مصريه بنشتغل معاها. فكان دايما يوم الافتتاح تلاقي الشركه الاجنبيه هي اللي قاعده على الترابيزه مع المسؤولين لافتتاح المشروع. بينما الشركات المصريه في الموقع بتشتغل عشان تنفذ التعليمات اللي بيديها الشركات الاجنبيه. هنا في هذا المشروع انا حرصت اني كان معانا سيمنز بتشرف على التنفيذ ان ما فيش ولا واحد اجنبي يكون حاضر على الترابيزه. وقلت ساعتها ان كل اللي قاعدين على الترابيزه النهارده في الافتتاح مصريين كلهم شباب سنهم تحت ال 35 سنه وانه الاجانب اللي موجودين بينفذوا تعليماتنا وبينفذوا الشغل اللي احنا قايلين لهم عليه في الموقع ساعتها. عشان نقول انه احنا قادرين كشركات مصريه انها تتحمل مسؤوليه تنفيذ مشروعات بشكل كامل. ده كان اكبر رساله كنا بنوصلها في هذا اليوم. الحقيقه الرساله دي من بعدها حصل تغيير يمكن جذري في تنفيذ المشروعات في وزاره الكهرباء في مصر. ده كان الحقيقه برضه احتفال كنا عملناه بيبين عدد الناس اللي كانت موجوده. وكنت ساعتها برضه بتكلم على ان احنا كنا ناس احنا كان في اكثر من 4000 واحد موجودين في الموقع. جايين من اسوان لغايه اسكندريه ومن الشرق للغرب ومن كل حته في مصر.
مصر. كانت الرسالة برضو المهمة، واحنا كنا في سنة 2014-2015، وكلكم تعرفوا الوقت ده كانت مصر بتمر بظروف صعبة شكلها عامل ازاي. لكن ده كان برضو رسالة تانية، انه الشباب المصري والمجتمع المصري لما بيلتف حوالين مشروع قومي عارفين ان ليه تأثير على مستوى الكهرباء في مصر، والناس حاسة ان الشغل بإخلاص، وكل اللي بيعمل في المشروع من اول رئيس الشركة لغاية اصغر عامل فيها حريص على هذا المشروع، وفي دعم من جميع مؤسسات الدولة من اول رئيس الجمهورية لغاية المحافظ وجميع المسؤولين في الدولة بيدعموا وبيساعدوا هذا المشروع. يعني تكاتف كل دول خلى كل اللي كانوا شغالين في المشروع من جميع قطاع مصر كلهم شغالين، ما تفرقش ما بينهم، حصلش اي مشكله في وقت زمن قصير جدا، ما حصلش اي مشاكل، مفيش اي اعمال تخريب او اي اعمال غير طبيعيه حصلت. ده كان مشروع المحموديه نفس الحكايه برضه على فكره، كان بيتنفذ ده بدا في 7، يعني كان في فرق شهر ما بينهم، لان احنا كنا كل اسبوع بندخل واحد. الشهر الاولاني دخلنا فيه 4 وحدات بتوع عتاه، ده في الاسبوع الخامس دخلنا هنا. برضه احنا استلمنا الموقع، شايفين كان عامل ازاي؟ موقع كان دي محطه محولات هوائيه، فالموقع كان فيه محطه محولات هوائيه موجوده، شلنا نصها، يعني قعدنا نعمل تعديلات في المحطه وفي الباسبار وفي الكنترول وفي البروتكشن عشان نلغي نص المحطه عشان نفرغ ارض ونعدل في مسارات الخطوط الخارجيه ونعمل عليها منشر عشان خاطر ما نخليهاش تخش على سويت شجير لحين ما ننشئ محطتنا ونحط محطه ثانيه يدخلوا عليها. كل الكلام ده اتعمل، وكان في اصلا قواعد لمحولات قديمه قعدنا نشيلها من الارض ومباني نهدها، كل الكلام ده اتعمل، وبرضه خلصنا المشروع في 6 شهور او يعني في 7 شهور وكمل المشروع على التوازي مع التاني. كل ده بيقول انه احنا لما نشتغل ويكون في تحديات احنا بنقدر نغلب هذه التحديات. ده الحقيقه يعني بعد كده خلونا نتكلم عن مشروعات تانية بعد سنة 2015. يعني الحقيقة مصر كانت بدأ على مستوى الإنتاج توليد الطاقة يحصل اتفاق في مشروعات طلعت عشان يبقى في وفرة. بس لعلمكم احنا كان سنة 2014 الحبل الأقصى لمصر كان حوالي 28,000 ميجا، الحبل الأقصى ساعة الذروة، وكانت الوحدات الإنستول كانت حوالي 30,000 ميجا. ده طبعا مش كافي انك ما تقدرش تحمل المحطات كلها في اللود، الا جانب ان كان في مشاكل في الوقود وكان في مشاكل في الصيانه، كان في محطات مش شغاله، الا جانب ان الوقود كان مازوت، والوحدات لما بتشتغل على وقود المازوت بتنزل قدراتها بنسبه حوالي 15-20%، فما تقدرش تاخد. فاحنا كانت الطاقه الاجماليه اللي نقدر ننتجها في حدود 20-21، وانت حملك بيوصل ل 28، عشان كده ده كان بيخلي الكهرباء تقطع في مناطق كتير من الدوله. ولو كان في 2015 ما دخلش الوحدات اللي احنا عملناها وتحل مشكله الغاز وتحل مشكله الصيانه، ما كانش ممكن ابدا الكهرباء تستقر في سنه 2015، وكان زماننا بنعاني معاناه شديده جدا. الحقيقه المشكله اتحلت سنه 2015. النهارده احنا الحمل ما تعداش ال 30,000 ميجا، كان متوقع يتعدى لكن ما تعداش. ليه؟ لانه بدا يحصل رفع للدعم عن الطاقه، ورفع الدعم عن الطاقه خلى الناس تبتدي توفر في استهلاك الكهرباء. فبدل ما كان متوقع ان النهارده نوصل ل 34 و35,000 ميجا، احنا النهارده الحمل ما تعداش ال 30,000 ميجا. في الوقت ان مصر عندها كام دلوقتي؟ عندها حاليا 55,000 ميجا. فاحنا عندنا 55,000 ميجا متوفرين النهارده على الشبكه في الوقت اللي حبلنا لا يتعدى 30,000 ميجا. ده معناه ان احنا عندنا وفر حوالي 40-45% متوفر للصناعه، متوفر للتنميه، وبيعطي افاق واسعه جدا للنهضه وللتنميه. ده بس شكل مشروع المحموديه،
وقد ايه كان صعب. كمل. ده كان مشروع في العراق اللي انا اتكلمت عنه، والحقيقه يعني التوافق حصل. احنا بدانا بمشروع العراق في اول 2014 او في اخر 2013، لكن كان مده تنفيذه انه 18 شهر، ان ده مش 6 شهور زي الثاني. فاحنا كان معاد تشغيله في شهر 5/2015، فاحنا تقريبا في 5/2015 شغلنا محطه الديوانيه في العراق، وفي شهر 6 شغلنا محطه عتاب، وفي شهر 7 شغلنا محطه محموديه. فاحنا كان عندنا 3 مشروعات على التوازي في نفس التوقيت، منهم واحده في العراق في الوقت اللي داعش دخلت العراق في شهر 6/2014، واحنا في عز تنفيذ المشروع، وتقريبا كل الشركات اللي كانت عامله في العراق ساعتها خرجت وسابت السوق نتيجه مشكله داعش ودخولها والمشكله الامنيه. احنا كان خيارنا ساعتها ان احنا نعمل كام داخل الموقع بتاعنا، وكان عندنا حوالي 3000 عامل موجودين في الموقع مصريين في اللغه. وقعدنا الناس وعملنا يعني استراحات وعملنا ملاعب وعملنا كل شيء، كانهم عايشين في مدينه كامله. وقعدنا جوه الموقع ورحت بنفسي وادينا وعد للحكومه العراقيه ان احنا مش هننسحب وهنخلينا نكمل، وكملنا ونفذنا المشروع فعلا وخلص في الميعاد اللي كان مخطط فيه. ده برضه كان مشروع في الكاميرون. هنا بيبين يعني هنا بيبين الخروج خارج مصر. الرساله برضه اللي موجوده هنا في الصوره دي انه ده محافظ الولايه اللي احنا كنا بنعمل فيها المشروع، دي كانت محطه توليد. الرساله هنا بتقول ايه؟ لما طلعنا نشتغل في الكاميرون كان تواجدنا هناك تواجد شركه مصريه بتعمل لصالح الحكومه الكاميرونيه. فكان لما كنت بروح كان بيستقبلني وزير الكهرباء هناك، وكان لازم يجوا كل المسؤولين ساعه ما نروح المحطه. فكنا بنعامل هناك معامله الشركه الاجنبيه الكبيره اللي جايه تنفذ مشروع في الكاميرون. ونفذنا مشروع برضه كان مشروع محترم جدا ونفذناه في المعهد. فده كان واحدة من الصور في ده كان سنة 2013. هنا يجي برضه مشروع ده بقى من سنة 2016، ده مشروع محطة إمبابة. برضه يعني عشان بس تشوف التحديات اللي احنا دايما بناخدها، ده موقع المشروع لو تلاحظوا كان في منطقة قلب إمبابة، ده كان مقلب زبالة. يمكن في صورة من الظاهرة هنا المكان اللي فيه ميه والمكان ده كان كوم زباله ارتفاعه حوالي 6 متر. وهتلاحظوا هنا في عربيات كارو كانت بتاعت نقل زباله وناس كانت عايشه. وبرده كان في هنا ازمه لازم المحطه دي تخلص 6 شهور، عشان كده تم اسنادها لينا. ده شكل الموقع لما بدانا فيه. وكنا بنهد برده، كان في مباني بنهدها موجوده، وهنا هو كمان الزباله واحنا بنشيلها. ده شكل شايفين الموقع، لو تلاحظوا المبنى اللي هو في الوش هناك، المبنى ده هنشوفه دلوقتي من زاويه ثانيه بعد المبنى بتاع ده بقى محطه كهرباء. ده شكل محطه الكهرباء بعد 6 شهور. يعني ده شكل الموقع بعد 6 شهور من الصوره. المبنى اللي هو ده، ايوه ده المبنى ده اللي كان ظاهر قدام منه الحفر والزباله والكلام ده. احنا في 6 شهور اتعملت محطه محاولات 220 على 66 على 22 كيلو فولت كامله، وتم ربطها مع الشبكه. ده كان ده شكل المحطه اثناء الافتتاح، وعلى فكره ظاهره جدا على الطريق الدائري عند امبابه. ده واحد من المشروعات برضه في مستقبل مصر، ده مشروع زراعي. انا بس حاطط المشروعات اللي فيها تحديات اللي بتقول ان احنا لما نكون بنشتغل بننفذ مشروعات بسرعه بنقدر نخدم الدوله ازاي. ده مشروع زراعي. هات على صوت الاي اي ده. دي ارض صحراويه، الارض دي 200,000 فدان على طريق الضبعه، طريق الضبعه اصلا لسه معمول وبادئ الخدمه فيه سنه 2016. وكان هذا الطريق في قلب الصحراء. اللي يمشي عليه لغايه يوصل الضبعه على الشمال كله صحراء. اتخذ قرار سيادي بانه 200,000 فدان يتم استصلاحه. كان نقطة التحدي وانطلب الكلام ده في شهر 5 سنة 2017 على انه في الموسم الشتوي اللي هو بيبدا شهر 10/2017 يكون الارض دي مزروعة بنجر ومزروعة خضار وفيها زراعات. ف وقمح والى اخره.
كان التحدي هو الكهرباء. انت عشان تعمل مشروع زي ده عايز كهرباء. احنا انطلب مننا تكليف مباشر ان احنا نعمل خطوط 220 كيلو فولت بطول حوالي 40 كيلو متر، ونبني محطتين محولات، واحده 220 على 66 على 22، وواحده 66 على 22، وخطوط 66 تربط ما بينهم بطول 20 كيلو متر، وشبكه ميديم بطول حوالي 360 كيلو متر خطوط هوائيه بحوالي 500 محول توزيع 200 كيلو لكل بير عشان تستصلع 50,000 فدان. يعني اللي انا قلته ده المحاولات تكفي 50,000 فدان، لكن محطه المحاولات تكفي 200,000 فدان. الكلام ده احنا في شهر 8 عشان خاطر يجهزوا، احنا بدانا في شهر 5، في شهر 8 كنا مخلصين الخطوط الهوائيه وعاملين محطه متنقله عشان تدي كهرباء يبتدوا يحفروا ويبتدوا يدقوا الابار. في شهر 10 كان في مساحه ارض بداية 50,000 فدان بدأوا يستصلحوا فيهم. شهر يناير كان كل الأرض واخدة كهرباء على رأس الأبار من المحطة. ده شكل المحطة والأبراج اللي داخلة عليها. كمل هنا. ده مشروع تاني برضه، المشروعات اللي فيها تحديات مهولة. أنا بس بعمل برضه كل المشروعات اللي فيها تحديات. ده مشروع مدينة الجلالة على جبل الجلالة. المدينة على الجبل على ارتفاع 800 متر من سطح البحر في سطح الخليج. الخط الهوائي اللي هيغذي المدينه ماشي على الخليج على طول، ومطلوب ان احنا نطلع كهرباء على ارتفاع 800 متر فوق. فكان مطلوب نعمل محطه محولات ونطلع بخطوط هوائيه. عايز اقول لكم، هوريكم ابراج دلوقتي. كان عندنا حوالي 30 برج على تباب في الجبل، ارتفاعات مهوله ما لهاش اي اكسس رود ولا نعرف نوصلها. يعني نشوف الارض عشان نشوفها بالطياره الاول عشان نعرف نمشي بالمسارات دي. وبرضه في 8 شهور مطلوب ان احنا نكون منتهيين ومخلصين العمليه دي. فده شكل المحطه. لو تلاحظوا هنا الجبال، ايوه، ايه اللي بعدها؟ شايفين الابراج طالعه وتطلع فوق الجبال. احنا في حب الجبل، احنا حفرنا الارض هنا حوالي 30 متر عشان نعرف نسويها في صخر، عشان نعرف نسويها ونحط على المحطه دي. الابراج فوق الجبل من فوق. البيت في الحقيقه هيبين الحته دي كويس. كمل يا عم. طيب ده الحقيقه كان عرض للمشروعات اللي انا ببين احنا كشركه مذكور بنعمل ايه وايه اللي احنا قادرين نساهم فيه النهارده في المشروعات اللي الدوله محتاجها، وقد ايه المشروعات اللي احنا عملناها. كل المشروع اللي انا اتحكيت عنهم، وانا الحقيقه ما اتكلمتش عن كل المشروعات، انا حطيت بس المشروعات اللي فيها تحديات، اللي بتقول انه لو ما كانش في شركه مصريه بمهندسين وعماله مصريه تستطيع ان تعمل هذا العمل، ده كان مستحيل. مفيش ولا شركه عالميه في العالم تستطيع ان تيجي وتقبل هذا النوع من المشروعات وتنفذه بهذا التوقيت. فلو ما كانش في شركه مصريه تستطيع ان تعمل ده، ما كانش ممكن ده يتحقق. النهارده دي شركه محليه مصريه 100%، انا مسؤول عنها. اصبحت قادره من الشركات المميزه في مصر حاليا لخدمة الدولة في مشروعات بهذا الشكل. ايه اللي وصلنا لكده؟ هل انا عملت ده يعني جه كده يعني صدفة؟ هل نتج عن امر عادي، امر يعني ما كانش فيه مشاكل، ولا ده نتج عن يعني رحلة انا عايز اشرحها لكم او عايز اعرضها عليكم بحيث ان نشوف انه النجاح ممكن والنجاح في البلد ممكن. انا عمري ما سافرت بره، ولا عمري اتغربت عشان اجيب فلوس او اسافر اي حته. انا عملت كل ده وانا موجود هنا في مصر. ما انا ما خرجتش بره غير لمده سنتين عشان اعمل الدكتوراه. وهقول لكم بعد شويه ان انا سنه منهم اشتغلت في الدكتوراه، خلصت فيها الدكتوراه، والسنه الثانيه اشتغلت في اكبر مركز من مراكز الابحاث في امريكا. اشتركت في العديد من الابحاث هناك خلال السنه دي، وكان مطلوب مني ان انا اكمل هناك، واتعرض عليا ان انا استمر في امريكا في مركز الابحاث. لو جيت اتكلم بقى، طب الكلام ده حصل ازاي؟ انا هو على فكره انا يعني واخد اعدادي هندسه من هندسه شبين. ده معناه ان انا من المنوفيه ومن قريه مجيريا مركز اشمون منوفيه، انا منوفي. وانا متاكد ان كل قاعدين برضه من قرى ومن مراكز يعني في الدلتا بصفه عامه.
فزي اي شاب انا طالع كنت بشتغل مع والدي في الغيط، وكنت بقى اشتغل في الصيف، وكل صيف كنت اروح اشتغل في مصر عشان اعرف اجيب عائد اقدر في اثناء الدراسه اصرف على نفسي. فانا يعني متربي زي كل واحد فيكم متربى في امكانيات اصعب كتير من اللي انتم متوفره بالنسبه لكم النهارده. لكن في بعض المفاهيم هي اللي وصلت النهارده اللي انا اعرض ان انا بعرضه عليكم النهارده. المفاهيم دي انا هستعرضها بسرعه جدا. في اول حاجه انا يعني كان عادي في الثانويه العامه، وكان ممكن التوزيع الجغرافي جابني هندسه شبين، بس انا كان عندي حلم ان انا اخش هندسه القاهره. ده ما كانش لانه هندسه القاهره احسن من هندسه شبين. ليتر اون بعد كده انا يعني من افضل خريجي هندسه في مصر هندسه شبين وهندسه طنطا طبعا. لكن ده معروف، وبالذات قسم هندسه قوى الالات الكهربائيه. فالحقيقه ما كانش ده بسبب انه انا بحب هندسه القاهره لانها احسن او اعرق او، لكن لان كان بسبب بسيط جدا. انا وانا صغير كنت بسافر مصر مع والدي ووالدتي احيانا نزور عمي نزور حد في اجازه الصيف، فطبيعي ان كانوا ياخدونا جنينه الحيوانات. لما كنت بروح عند جنينه الحيوانات لفت نظري قطه جامعه القاهره. فاصبح هذا الكيان اللي انا شايفه كان بالنسبه لي وانا صغير حاجه مبهره، اللي شايف فيكم جامعه القاهره اعتقد ما زالت حتى النهارده فيها نفس الرونق بتاعها من بعيد يعني. فده ولد جوايا حلم ان انا اجي الجامعه دي، لان انا عرفت ان انا لما اكبر وابقى في الجامعه واجي اخش جامعه ممكن ادخل الجامعه دي. فاصبح عندي حلم ان انا اخش جامعه القاهره. ولان انا كنت شاطر في الرياضه وبحب الهندسه فانا عايز هندسه، فكان طبيعي ان يبقى حلمي ان انا ادخل هندسه القاهره. ده كان حلم عندي. الحلم ده خلاني لما دخلت هندسه شبين ساعدت ان انا احول للقاهره. واتقال لي انك لازم تنجح وتنجح كويس في سنه اعدادي عشان تعرف تنقل القاهره. وفعلا نجحت التقدير هنا في اعدادي في هندسه شبين، ورحت قدمت الملف بتاعي لوحدي بدون اي وساطه وبدون اي توصيه من اي حد. لكن برضه كان ربنا بيهيئ الظروف. لما انت تعمل اللي عليك وتحاول تحقق حلمك هتجد ان ربنا بيسر لك الامور اللي تخليك تحقق حلمك. لان سنتها بالصدفه اخويا الكبير كان اتعين في القاهره واخذ سكن في القاهره. فبقى من متطلبات التحويل ان يكون ليا اقامه في القاهره، فتحققت الاقامه بانه اخويا تعهد ان انا مقيم معاه، وبالتالي شرط التحويل اتحقق اللي ما كانش انا مرتب له، واتحقق حلمي في ان انا ادخل هندسه القاهره. فاللي انا عايز اقوله ان وجود الحلم امر مهم جدا عشان تقدر تحقق. انا كان عندي الحلم ومع ذلك ما اتحققش مباشر، لكن ما يئستش وتنيت نازله عشان اقدر الكلام ده وانا في الثانويه العامه عشان انا اقدر احقق حلمي. نفس الكلام لما دخلت هندسه القاهره كان عندي حلم ان انا ابقى معيد. لكن برضه اتخرجت والجامعه ما خدتنيش معيد، فما اتحققش الحلم. لكن ده ما جابليش يأس، انما ربنا برضه هو اللي يسر ان انا اتعين في هندسه طنطا. كانت لسه هندسه طنطا بتنشا ساعتها وطالبه معيدين، وقدمت وقبلت في هندسه طنطا. بعد كده انا زي اي شاب متخرج معايا كليه هندسه اشتغلت معيد، وكانت لسه الكليه ما اشتغلتش ساعتها، وكنت يعني بقول انا شايل شنطتي وعايش في مصر يعني. لكن سعيت ان انا اشتغلت. مش عايز اقول لكم ان انا يعني من بعد ما اتخرجت لغايه ما خلصت الجيش وبدات اتعين معيد وادور على الشغل كنت بشتغل برضه زي ما كنت طالب. يعني اشتغل في شغلانات في وسط البلد في حاجات كتير يعني. لما بدات اشتغل اشتغلت مع الدكتور شاكر اللي هو وزير الكهرباء دلوقتي. اشتغلت في المكتب الاستشاري. يعني مش عايز اقول لكم ان انا كنت بشتغل لا يقل عن 14 16 ساعه في اليوم وانا مع الدكتور شاكر، وكنت بموت نفسي في الشغل. كان كل هدفي ان انا انجح واتعلم، لدرجه ان احيانا كنت ببقى يعني حاسس ان انا ولا استحقت المرتب ولا لا اللي انا بعمل، لكن كنت بشتغل بكل طاقه عشان خاطر انجح. ما كانش عندي هدف تاني غير كده. وساعتها كنت ساكن في منطقه شعبيه وما عنديش عربيه وبتبهدل في مواصلات اولادي، يعني حياه في منتهى الصعوبه انا اتوقع ان مش بتعرضوا لها دلوقتي. ومع ذلك ما عمري ما بصيت للمرتب اللي انا باخده ولا فكرت انا باخد مرتب كام خالص. انا كان كل همي ان انا انجح في الشغل وان انا ابقى متميز في المكان اللي انا موجود فيه. لغايه ما يعني ربنا اراد انه يجي لي بعثه، وبرضه يعني القرارات الصعبه
لابد يكون وراها يعني إرادة وتوكل. يعني ما ينفعش ان انا اخد قرار وانا مش مفكر انا عايز اعمل ايه. فانا مثلا وانا في الجامعه لما جالي البعثه، جات لي بعثه للهند، البعثه كامله 4 سنين. في نفس الوقت كان في بعثه داخليه اخد الدكتوراه من هندسه القاهره، وكان عندي اختيار اخد البعثه الكامله واسافر الهند 4 سنين، ولا اخد البعثه الداخليه واخدها من مصر وبقى ليا حق اسافر سنتين تجميع ماده علميه. ساعتها كان القرار ان انا لا مش هسافر الهند وهاخد بعثه داخليه واسافر سنتين. ايه اللي خلاني اخد هذا القرار؟ كان توجيه من الدكتور شاكر اللي هو كان استاذي ساعتها، انه لما تيجي تسافر عشان تعمل دكتوراه مهم انك تسافر في مكان متحضر، مكان الثقافه فيه اعلى كتير من اللي انت عايش فيها، في بيئه تكون هتضيف لك وتضيف لك ادد فاليو. فكان وجهه نظره ساعتها انه الهند مش هتضيف لك هذا البعد، انما انت لو سافرت سنتين في اي دوله اوروبيه او في امريكا هتحصل على ثقافه وعلى يعني هتعيش في بيئه هتديك ادد فاليو تغير في مفاهيمك وفي فكرك. عشان كده انا عملت كده وخدت بعثه داخليه وسافرت امريكا. سافرت اعمل دكتوراه في امريكا، مش يعني اخد تجميع ماده علميه، قعدت سنتين. طبعا برضه لما سافرت انا ما كنتش متخيل ان انا هبقى متفرغ تماما بعمل بحث علمي وبشتغل دراسات. فلما ده حصل كنت برضه اقعد تقريبا يعني مش عايز اقول لك 24 ساعه، حتى وانا نايم كانت دماغي ما بتفصلش يعني. لكن كنت شغال لدرجه ان انا في خلال سنه انا جمعت الماده العلميه بالكامل للدكتوراه، ونشرت ابحاث في بيبرز وخلصت تماما كل نشاط اللي انا محتاجه للبحث العلمي. لكن كنت برضه اصبحت من المتميزين في الجامعه اللي انا كنت فيها. بقى معروف ان انا احسن واحد بعمل فاينيت هيلمت في الجامعه، واحسن واحد بعمل داتا اكوزيشن في الجامعه، واحسن واحد بدخل المعمل واقدر اعمل تجارب في الجامعه. فده على طول رشحني او هم رشحوني على طول ان انا اروح جنرال الكتريك اللي هو مركز ابحاث شركه جنرال الكتريك مع فريقين، فريق بتاع الماشينز في ابحاث في الفاينيت هيلمت، وفريق ميكانيكال في ابحاث في داتا اكوزيشن. وكنت بشتغل في مركز الابحاث ده 7 ايام في الاسبوع، يعني مش اقل من 15 ساعه في اليوم، شغل متواصل، وكان بيدفعوا لي بالساعه، فيعني حققت دخل كويس. وفي نهايه الفتره دي عرض عليا مركز الابحاث ان انا استمر في امريكا، وان هم يدوني باكج استقيل من الجامعه واحول للمركز ده في امريكا واعيش. ده برضه كان قرار تاني هو، بس يعني اذا كنت انا قلت في الاول كان فيه حلم والاصرار ان انا يكون عندي هدف وحلم عايز احققه وما يأسش لما ما يتحققش واسعى وراه. 2 اخلاص في العمل، انك دايما تخلص في العمل ومش للماده مش للفلوس خالص، اخلاص في العمل عشان انجح في العمل. الماده والفلوس بتيجي نتيجه لده، عمرها ما تكون هي السبب اللي انا عشانه بخلص في العمل. 3 بقى للدماء. لما انا جت الفرصه دي ساعتها كان يعني ممكن يبقى حد يقول طبيعي ان انا اقبل العرض، وكان عرض مغري جدا، واعيش في امريكا وكنت هنجح نجاح برضه كان الكل متوقع ان انا انجح نجاح مهول هناك. لكن انا كان عندي انتماء لهنا، انا كان صعب عليا ان انا اسيب مصر واروح اعيش بره و يعني ما اعيش هنا. هنا تاني يجي دور استاذ الدكتور شاكر، لان هو ساعتها برضه شجعني ونصحني بانه النجاح عنوان النهارده، ان النجاح في بلدك، النجاح في مصر له اولا ممكن، ثانيا له طعم وله مردود نفسي اعلى بكتير من النجاح خارج بلدك. عشان كده يعني انا خدت نصيحه الدكتور شاكر في الوقت ان انا اصلا يعني كان الكلام هل اقعد سنتين وارجع ولا لا، لكن خدت القرار وما قبلتش العرض ورجعت مصر، ورجعت تاني اشتغل وبرضه ساكن في حي شعبي. ساعتها بدات يعني اعرف اجيب عربيه واعرف اخد شقه من الفلوس اللي جبتها من امريكا. لكن في خلال سنه تقريبا كنت برضه عايش بمرتبي تاني، ويعني عايش مستور وبروح الجامعه وبدات ادرس وتمشي الحياه، لكن برضه رجعت بعيش على مرتبي اللي باخده من مكتب الدكتور شاكر بدون منظر اطلاقا للمرتب ده كام، ولا انا المهم ان انا عايش كويس وخلاص. بعدها طبعا بدا يبقى عنده طموح، بدا يعني يبقى فيه نضج اكتر وعنده طموح
انه انا بدات اشوف وانا شغال في مكتب استشاري وبشتغل في تصميمات مشاريع، فبدات اشوف ان المشروعات العملاقه كلها شركات اجنبيه اللي بتعمل محطه توليد كهرباء، محطه ميه، مصنع، كل المشروعات الصناعيه الكبيره شركات عالميه هي اللي بتعمل. فبدا يتولد عندي حلم تاني وهدف ان ليه ما تبقاش في شركه مصريه تقدر تقوم بهذا العمل. ليه ما نبقاش؟ طب احنا يعني انا الهدف ده والحلم ده اتكون على مبدئين اتنين. المبدا الاول ان انا كان يعني عندي ثقه هائله في قدرات الشباب المصري وفي قدرات المهندسين المصريين، فانه امكانياتهم اللي انا سافرت بره وشفت اتعاملت مع كل الجنسيات، فالامكانيات البشريه او الطاقه البشريه المتاحه عند الشباب اللي طالع من الدلتا ومن الصعيد ومن كل مكان في مصر طاقه هائله وعندهم امكانيات مهوله. الفكره كلها بس انها تتحط في اطار يقدر يؤدي قيمه. فكان عندي ثقه في ده. اثنين، ان انا كنت مقتنع انه ما يجبش ان احنا كشباب لما نتخرج نسعى للسفر خارج مصر. انا بعتبر ان اكبر خساره بتخسرها مصر وخسرتها مصر خلال السنوات اللي فاتت ان كل الشباب اللي بيتخرج من الجامعه اول حاجه بيفكر فيها ان يدور على فرصه في دوله عربيه ويروح يسافر يشتغل في الدول العربيه لدى شركات احيانا هنديه او شركات سعوديه او اماراتيه او لدى شركات عالميه بتعمل في هذه الدول. كل ده في النهايه انا بعتبره مصر خسرت فيه خساره فادحه، خسارتها لمجهود وطاقه الشباب اللي كان ممكن يعمل شغل وينهض بالمجتمع ويقدر يغير الوضع اللي احنا عايشين فيه. فانا عندي قناعه انه لو توفر للمهندسين دول مكان عمل محترم يقدر يحصل فيه على عائد يعيش بيه كويس ويقدر يحقق فيه طموحه، ده هيكون افضل للبلد وهيكون احسن. فكان عندي طموح ان انا يكون في شركه بتعمل ده. ده دعاني في سنه 2003 ان انا اخد قرار مصيري برضه مبني على الهدف وعلى الثقه في القدرات اللي انا شايف ان انا اقدر اعملها. في سنه 2003 عملت حاجتين، قررت ان انا استقيل من مكتب الدكتور شادي وانفصل عشان اعمل شركه. بعد شغل 17 سنه انا يعني كان اي حد يقول ان انا يعني محاسيب مكتب الدكتور شادي ده كان كفر بالنسبه لي، يعني من درجة الانتماء اللي انا كنت فيها وانا بشتغل في المجموعة. لكن هدفي او رغبتي في ان يكون في الشركة بهذا الشكل خلاني استقيل. اثنين، ان انا يعني منصوبا ان انا استقيل من الجامعة. فانا قدمت استقالتي من الجامعة. فانا استقلت من الجامعة واستقلت من المكتب اللي انا كنت بشتغل فيه عشان اتفرغ لشركة انا هنشئها عشان تحقق الهدف اللي هو ان انا ابقى واحده من الشركات المصريه اللي تستطيع ان هي تقوم بتنفيذ مشروعات نظام اي بي سي في تنافس مع الشركات العالميه. لتوفير فرص عمل لشباب مصري نستطيع نعمل هذا العمل. الكلام ده حصل سنه 2003. طبعا قصه طويله شويه وبرضه مساله مش سهله ولا يعني لكن في سنة 2014 كانت الشركة دي قادرة إن هي تعمل مشروع الخطة الإسعافية اللي ساهم في حل مشكلة الكهرباء في مصر. ومن ساعتها على فكرة حصل تغيير جذري في فكر وزارة الكهرباء العام في إن المشروعات هذا النوع من المشروعات بدأت تسمح لشركات مصرية تدخل فيه، ما كانتش بتسمح قبل كده. إن أنا في الرحلة دي بالذات من سنة 2003 كان أي مشروع أخذه او اشترك فيه مع اي شركه عالميه لازم اطلب ان انا ابعت مهندسين يروحوا يتدربوا على هذا المشروع بره. وكمثال هديكم مثال واحد، الكلام ده كان سنه 2005 بعد ما اسست شركتي بسنتين، وكانت شركه الستوم لشركه فرنسيه كانت اخذه الديستريبيوشن كنترول سيستم بتاع محطه توليد النبريه اللي هي خنيزه، دي واحده من اكبر محطات التوليد في الدلتا، محطه دلوقتي قدرتها حوالي 4000 ميجا. فكانت شركه اليستون واخده نظام التحكم، وده من اصعب وادق
المنظومات داخل المحطه. وأليستون بتيجي تعمل بتصمم الكلام ده في فرنسا وبعدين تيجي تركبه. وكان مده الاختبار للسيستم 530 يوم من اول ما تبدا تركب الاجهزه وتوصل كل حاجه. وتقريبا هذا السيستم هو اللي بيحول محطه التوليد من كونها قطع حديد مكونه التربينه ومحوله الى اخره وترمبات والى اخره الى جسم متحرك ويتفاعل ويمشي البخار والبخار يخش التربينه وتولد كهرباء والى اخره. فساعتها انا عرضت على أليستون، تواصلت معاهم وقلت لهم انا عايز اشترك معاك في هذا المشروع. طبعا قالوا انت ما عندكش خبره. قلت لهم طب انا هبعت لكم مهندسين يتدربوا عندكم على تصميم وتركيب النظام ده في الموقع. فطبعا اعتبروا الكلام يعني مين مهندسين هيجوا من عندك يعني ويقعدوا معانا مده تصميم يعني. الفكره لم تلقى قبول في الاول. لكني اتنتني اصر واعرض عليهم ان انا اللي هتحمل التكاليف وهدفع لكم تكاليف التدريب ولما ينجحوا هوفر لكم المهندسين دول. هم كانوا بيستعينوا مهندسين من اوروبا. المهندس كان بياخد في اليوم حوالي 600 و700 دولار. انا عرضت ان انا ادفع اخد 150 دولار في اليوم للمهندس مقابل انه يستعينوا بالمهندسين. برضو كل ده ما يعني ما وصلش. ابقى اقول تاني الاصرار و العمل باخلاص لتحقيق الهدف. تنت كده لغايه ما هم بالصدفه، شوف ربنا هو اللي بيهيئ الامور، بالصدفه هم واجهتهم مشكله فنيه. كانوا بيبعتوا الرسومات بتاعتهم من فرنسا على الايميل للاستشاري عشان يعتمدها. الورق كان كتير جدا والاستشاري مش عارف، قال لهم انا مش عارف انظم الورق بتاعكم ده، فانتوا لازم تشوفوا لكم حل تجيبوا لي الورق ده مطبوع ومتقسم الى رسومات وتجيبوه لي يعني متستف يعني. وهم في فرنسا هيعملوا ايه؟ فافتكروا ان كان في واحد بيكلمهم على حكايه التدريب والكلام ده كله. فلقيته بيكلمني وبيقول لي تقدر تمننا بالشغلانه دي؟ طبعا الشغلانه يعني كلام فاضي يعني. قلت له اقدر اقول لك فيها، مش انت بتديني عرض يا عم؟ حاضر اللي انت عايزه. بس رجعت تاني قلت له طيب ما يعني ما تفكر في اللي انا قلته. المهم طبعا قمنا بالشغلانه دي بيرفكت. والاستشاري طبعا بدا يعتمد ان ودوا لهم حاجه معتمده، فيعني شعروا انه في حد لقى عارف يتعامل ازاي مع مستندات فنيه. فبدا يقبل فكره ان انا ابعت له ثلاث مهندسين. ولما جيت ابعت الثلاث مهندسين بعتوا لي الدعوه لمده شهر. فقلت له طيب خليها ثلاث شهور، انت خدهم شهر انا ما عنديش مشكله، بس خلي الفيزا ثلاث شهور يمكن يعني تحتاجهم او مده طويله. المهم يعني القصه طويله، في النهايه خدوا المهندسين لمده ثلاث شهور. بعد الثلاث شهور طلبوا هم مهندسين تاني لغايه ما بقى عندي 12 مهندس قاعد في باريس وقاعدين مستمرين هناك، مش شغالين على النبريه بس وانما شغالين على مشروعات تانيه في العالم كله. وبدانا المهندسين دول كل ست شهور لازم ننزل يجدد الفيزا. اللي اعترض على الوضع ده في النهايه هو شؤون العاملين في الشركه في فرنسا. لان اعترضت وقالت انا عمال اطلع جوابات دعوه كل ست شهور ان الناس دي جايه تتدرب بينما الناس دي جايه بتشتغل. فاعترضوا على اداره الشركه ان الكلام ده الليجل ويجب يجدوا حل. فكان الحل هم قعدوا يفكروا ازاي يعملوا عقد عمل هناك عشان عايزين المهندسين. لغايه ما انا اللي اقترحت عليهم انه انا طيب انتوا بدل ما المهندسين بتوعنا بيجوا لكم فرنسا ويقعدوا عندكم، طب ما تدوني الشغل وانا هعمله في مصر. طب بس عشان اعمل الشغل في مصر في حاجه اسمها سيميوليتر. يعني في نظام التحكم لما بتعمل الكنترول سيستم لازم تعمل له سيميوليشن على سيميوليتر عشان تقدر تحقق كل الكنترول فانكشنز على السيميوليتر ده قبل ما تروح على الطبيعه. فلازم عشان تعمل الانجينيرنج في المكان اللي بتعمل فيه لازم يكون عندك السيميوليتر. هم يعني في النهايه قلت له ماشي بعوا لي السيميوليتر وانا هشتريه. ادوني مشروع واتعابه وخدوا بيه السيميوليتر. هم حصل فعلا جبنا السيميوليتر واصبح عندنا مركز في القاهره
بيقوم بتصميمات مشروعات لصالح أليستوم. قعدنا مدة طويلة نصمم لأليستوم في كل دول العالم مشروعات ونرجع تاني المشروع النبرية. احنا اللي قمنا بالاختبارات دي، قلت لهم خلاص محدش يعني، خدنا تحدي انه نعمل احنا اختبارات مشروع النبرية بالكامل 530 يوم ونشغل المشروع. ففرنسا ما كانوش يعني برضه خدوا الكلام مني على انه مش مشكلة ابدا. فمصر الاستشاري كان رافض، قال لك لا. فجبنا تعهد من الشركة في فرنسا انه في حالة حدوث اي خلل من الفريق اللي شغال بتاعنا، فأليستوم بتتعهد ان في خلال 48 ساعة يكون في خبير اجنبي موجود في الموقع. احنا بقى من ناحيتنا خدنا التحدي انه نخلص المشروع بدون ما يجي ولا مرة خبير من فرنسا. وفعلا نفذنا 530 يوم لغاية ما وصلنا لحاجة اسمها Reliability Run Test. Reliability Run Test يعني بتدخل الوحدات على الشبكة لمدة 30 يوم دون انقطاع. لما راحت الايميل لفرنسا بيقول لهم ان احنا هنبدأ Reliability Run Test بعد اسبوع، لقيت رئيس القسم جاي لمصر فورا، وفاجئ عزبته وقال لي انا جاي عشان افهم انتوا ازاي عملتوا كده. قال لي احنا كنا مجهزين الفريق اللي هيجي وعارفين ان فيه فتره اللي انت بتعمل فيها اختبارات لايف لازم هيجي فريق من فرنسا عشان يعمل الشغلانه دي. يا مستعد انتوا عملتوها ازاي؟ قال احنا جايين نعرف انتوا ازاي عملتوا الكلام ده وازاي وصلتوا لمرحله الريلايبيليتي ران بدون ما يجي حد من فرنسا. طبعا ده اللي خلانا بعد كده زي ما قلت لكم نشتغل معاهم في الشركه. أنا برضو يعني بحكي القصة دي عشان أقول الإيمان بإن المهندسين المصريين إذا أخذوا فرصة بيقدروا يعملوا ويقدروا يحققوا إنجازات مهولة مهولة. أنا قلت دي وقلت حكاية أمريكا في الشباب اللي راحوا عشان يتعلموا التصميمات وجم عملوا التصميمات في مصر. في قصص كتير لحالات شبيهة يعني. اللي أنا عايز أوصله في النهاية إنه الحلم، الإخلاص، الإنتماء، تحدي، كل دي مسائل يعني يجب تتحلى بيها وتبقى اولا واثق في نفسك وعارف انك قادر. انا يعني على الرغم من الثقه في النفس الا اني كنت دايما ببقى خايف ان انا ما عملتش اللي انا المفروض اعمله. دايما مانيش يعني مبسوط من نفسي 100% ان انا بعمل الصح او بحقق اللي انا بعمله. ده كان دايما بيخليني عايز اعمل احسن، عايز اعمل افضل. اوعى تبص للماده اطلاقا، اوعى تبص يعني. انا النهارده يعني زمان كنت زي ما قلت لكم بعادل عندي عربيه ولا عندي اي حاجه، وكانت الفلوس بالنسبه لي ضحله جدا، وكنت يعني ده عمري ما فكرت فيها. النهارده برضه انا ما بفكرش في الفلوس خالص لانها متوفره جدا وعندي كل حاجه يعني الحمد لله يعني. فانا ما عنديش اي مشكله ماديه حاليا، ده اتمتع بكل شيء. بس برضه ولغايه النهارده انا عندي ده، لكن عمري ما فكرت انا جبته ازاي ولا هل هو موجود ولا مش، انا بس عايش في حياه كويس خلاص. انما اللي انا عايز اقوله ان الناحيه الماديه هي رزق من عند ربنا ضمنه ليك. اللي انت محتاج تعمله من ناحيتك انك تشتغل تخلص، يبقى عندك اخلاص، يبقى يعني بتطلع كل الطاقه البشريه اللي عندك. دايما اقولها للمهندسين بتدوس على الدواسه للاخر. كل واحد فينا عنده خزان طاقه بشريه. في ناس بتعيش وما يعني يا دوب مشعره الدواسه كده، فما بتطلعش حاجه من المخزون ده خالص. وفي ناس بتدوس على الدواسه للاخر عشان ربنا امرنا لما قال يعني ان ربنا خلقنا عشان نعمل، فعشان ندوس على الدواسه للاخر ونطلع كل الطاقه البشريه الموجوده عندنا. اما العائد المادي فده يعني بنسميه تحصيل حاصل او ده ربنا ضمنه لنا. ما تشتغلش عشان تحقيق الحاجة. اخر حاجه عايز اقولها هو المستقبل، استشراف المستقبل. النهارده يعني ساعه انا ما اتخرجت واساتذتي اللي حاضرين معانا اتخرجنا كلنا، خلينا نتكلم على الهندسه الكهربيه. علوم الهندسه الكهربيه ساعتها كانت علوم مستقره. انتاج الطاقه معروف، السنكرونس ماشين والاندكشن ماشين كانت على العرش، وكنا بندرس نظرياتها وندرسها وعلوم الهندسه والهندسه كانت علوم ثابته ومستقره، ومجال البحث فيها هو الاطلاع والمعرفه والعلم.
لكن آفاق الاختراعات ما كانش لسه زي دلوقتي. النهارده العالم مفتوح والمجال مفتوح لدرجه لا تتخيلوها، اكتر من ايامنا بكتير. فانت قدامك مساحه شاسعه عشان تتحرك فيها في البحث العلمي وفي المشروعات وفي التفكير وفي انك انت تحصل على فرص. الفرص اكتر بكتير، مجالات العمل اوسع بكتير، النقاط البحثيه المفتوحه اللي مطلوب شباب يشتغل فيها ويبذل فيها مجهود موجودة. وانا هديكم مثال واحد، هو الطاقة الشمسية. عشان بس تبقوا عارفين الطاقة الشمسية مصر، يعني كان عندي شوية سلايدز بس مش عايز اعرضهم، لكن مصر هي يعني الطاقة الشمسية لها معيارين، شدة الاستضاءة يعني السطع على الأرض اللي هي الوات اور بيتر سكوير، والحاجة الثانية عدد ساعات السطوع الشمس على مدار السنة بتسطع على الارض كام ساعه. الاثنين دول بيحددوا كميه الطاقه الشمسيه المتوفره في اي مكان. لما وفي خريطه عاملينها، اللون الازرق فيها معناه انك ما عندكش حاجه، اللون الاحمر معناه انك انت غني بالطاقه الشمسيه. لما تشوف خريطه العالم هتجد مصر حمراء كلها، كلها اهلاويه. فده معناه انه احنا مصر من الدول اللي عندها وفره في الطاقه الشمسيه. خد عندك حاجه تاني، الطاقه الشمسيه اهم وسيله لاستخلاص الطاقه الشمسيه هو الخلايا الشمسيه. الخلايا الشمسيه بتصنع من حاجه اسمها الرمله البيضاء ببيوريتي عاليه جدا. 65% من هذا النوع من الرمله موجود في الصحراء الشرقيه في مصر، بتصدره للعالم، بس الرئيس وقفه دلوقتي. لانه دي ثروه احنا بنفرط فيها بنبيعها كده، بينما يعني القيمه المضافه فيها مهوله. فهل يجوز النهارده واحنا عندنا طاقات بشريه انا بتكلم عنها، عندنا فكر وعندنا ربنا واهبنا بطاقه متوفره وبرو ماتيريال متوفره، ومع ذلك ننتظر لما العالم الغربي والعالم الخارجي هو اللي يحط النظريات ويطلع المنتجات وبعدين ياخد الرمله بتاعتنا ويرجع يدينا منتج؟ هل يجوز؟ فالنهارده احنا كمصريين قدامنا مجال مهول ان احنا نشتغل فيه. ما يعرف بالفري فيول انرجي اللي هو انك تحصل على طاقه بدون وقود، منها الطاقه الشمسيه، منها الطاقة المغناطيسية، منها يعني طاقة الرياح، أنواع كثيرة من الطاقات. أنا شخصياً عندي توقع، إنه أقوله توقع مش حلم، إنه أنا يعني دي صورة أنا شايفها جاية لا محالة، إنه العالم يعتمد على الطاقة الشمسية أو الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء، وينتهي تماما الاعتماد على الطاقه الاحفوريه. وانا اعتقد ان انتم في عمركم او في حياتكم هتشوفوا ده، يعني انتم هتتعايشوا مع ده في المستقبل، وهيجي اليوم اللي هيكون كل الكهرباء اللي احنا بنستخدمها كهرباء جايه من طاقه شمسيه، وان الشبكات مش هتبقى ماكرو جريد بشبكات 500 وشبكات 220 زي دلوقتي، هتبقى مايكرو جريد، شبكات صغيره محدوده في اماكن الاحمال ومعها مصادر الطاقة اللي كلها هتكون طاقة جديدة، والاعتماد على الباور الكترونكس والكنترول والاعتماد الأعظم في التحكم في هذه الشبكة وتوفير الطاقة على قد الأحمال. ده مستقبل جاي 100%، العالم شغال فيه، شغال فيه، يجب لكلنا دور فيه في استشراف المستقبل. فأنا بقول إن المستقبل فيه فرص مهولة جاية. إحنا في مصر عندنا موارد بشريه وعندنا موارد طبيعيه مهوله، ومؤهلين ان يكون لينا يعني دور في النهضه بلدنا. عشان كده العنوان انجح في بلدك تنهض بلدك.